السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج الـ IES Integrated Environment Solution. طيب هقول له دلوقتي بقى فايل، ممكن نقول له نيو بروجكت، ابدأ يجيب لي كونفيجر بروجكت، تبدأ تشوف الحاجة اللي الستاندرد بتاعي شغال عليها، وليكن مثلا حاجة زي ديت أو هوسبيتال بالشكل دوت أو هوتيل بالشكل دوت، أو ممكن تقول له تشوفها كونسيدرالي تختار منها، أو لوكيشن يبدأ يجيب لك مثلا أبو ظبي، يجيب لك دبي، دوحة، البحرين، بحيث ان الاعداد بتاعت المناخ بتاعت المنطقه دي تبقى جاهزه معاك. ممكن تقول له اوبن بروجكت، تفتح المشروع من هنا، يكون في ام اي تي براوس، وتبدا تختار من الهارد بتاعك. طيب اقول له دلوقتي نيو بروجكت واي اس اون لاين، ده بيديني معلومات اون لاين مثلا فيديوهات كتب وهكذا. نيو بروجكت، وقول مثلا اختار دوت، وقول له كريت بروجكت، وبيقول لي عايز تسافر المشروع اللي فات ولا لا. طيب فتح معايا بالشكل دوت، هنا بتلاقي السبيس، ممكن تقول لا انا عايز اشوفهم على هيئه الشباك زون، او اشوفهم على هيئه الجراوند فلور، اشوفهم على هيئه الستوريز وهكذا. تقدر تختار باني طريقه عايز ترتبهم بالشكل دوت. هنا الابلكيشن في تطبيق بتسطب بحيث ان تديني حسابات تكييف، تديني حسابات كذا. هنا تقدر تخفي النافيجيشن الفيجيتور او البراوز زي ما انت عايز. ده هنا تمبليت مانجر، ده ايه انا البلان، طبعا اشوفه من الرايت، عايز اشوفه من الباك، عايز اشوفه بالشكل دوت، عايز اشوفه موديل او اشوفه شباك زون، كل الادوار ولا دور واحد بس هو اللي يظهر معايا. طيب هقول له بقى موديل فيور، فيبدا يجيب لي الموديل شكل 3 دي بالشكل دوت. فتقدر بقى تقول له ده انا عايز اشوفه بالشكل دوت، عايز مثلا اخفي الزرار او اظهرها. ممكن اقول له انا عايز اظهر كلاود، او اخلي السماء صافيه من غير كلاود بالشكل دوت. اقدر اقول له انا عايز البامب مابنج تبقى الدقه بتاعتها اقل او اكتر. ممكن اقول له طيب دلوقتي هبدا اظهر الشمس، اقول له اظهر لي الشمس اهو بالشكل دوت. طب تقدر تتحكم بقى في الشهر اللي هتظهر في الشمس اهوت، واليوم بالشكل دوت، والوقت الساعة كام اهوت. تمام، فعل الزرار هتلاقي الزر اللي بيتحرك معاك زي ما انت عايز. هنا بتظهر الزونات او تخفي الزونات، بحيث ان اي واحد من دول تقدر تتعلم عليه وتقول له انا عايز اروح للغرفة دي، فيوديك الغرفة دي. يعني تعالى غرفة تانية وقول له وديني الغرفة دي، هيوديك الغرفة دي. خلينا نطلع مثلا فوق الدور اللي فوق في الريسبشن، طلع على الريسبشن بالشكل ده. هنا بقى ممكن تقول له انا عايز اشوف من اليمين، من الشمال، من فوق، من تحت وهكذا، فبيبدأ يجيبهم لك وتقدر تشوف شكل الظلال هيبقى عامل ازاي. طبعا البرنامج ليه تطبيقات كتيرة، بس ما ينفعش فيديو واحد.